السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات عائشة. وصفة اليوم عبارة عن عجين صابلي المالح. نحتاج في مقادير عندي 500 غرام ديال الطحين، 250 غرام ديال الزبدة ستكون لينة، وعندي التوابل غندير فيها معلقة صغيرة ديال الملحة، بيضة ما دخلش في التوابل، وعندي معلقة كبيرة ديال الثومة بودرة، وعندي معلقة كبيرة ديال المطاط، معلقة صغيرة ديال الإبزار، وغادي نحتاجو للزعتر وشوية ديال الماء اللي احتاجينه. أول حاجة غناخدو غنديرو على الطحين، غنديرو عليه الزعتر، حكوه مزيان. الزعتر هذا كيخلي لي صابلي ولا حتى اي حاجه مالحه كيجي بنين. هنا تقريبا درت واحد المعلقه صغيره من الزعتر، غادي نزيد هنايا الملحه، ثومه، ابزار، ونزيد المطاط، وغادي نزيد الزبدة. هنا ضروري الزبدة تكون رطبة باش تسهل علينا الخدمة مع العجين ديال مع الدقيق. هنا كنبقاو نخلطو حتى كتلبس لينا داك الطحين مع الزبدة. فهاد العجين هذا ممكن ديرو به لي صابلي المالحين، ممكن ديرو به لي كيش، لي بيتزا، علاش لا. هنا كيبقى هاد العجين متعدد الاستعمالات. هنا هذا ممكن تصاوبوه وديروه في المجمد وتخدموا به وقت ما بغيتوا تجبدوه وتخدموا به، تخليوه حتى يطلق وتخدموا به. ممكن اللي ما كيعجبوش المطار دي حيدها، اللي ما كيعجبوش الزعتر، واخا اللي ما كيعجبوش الزعتر بصراحه ملي كديروه مع المعجنات يجي تياكلو. هنا اللي عنده حساسيه من البيض ممكن يحيد البيض، يدير غير الماء، يجمعه بالماء صافي. هنايا من بعد ما نقول لبسنا الزبده مع الدقيق، غادي نضيف البيضه، ونقص نبقى في هادو ماشي مشكل. هنا غادي نديرو بحال هكا، نخلطو، ودابا ما غاديش ندلكو غير غنجمعو. هنا غادي نزيد، ممكن بلاصه بيضه وحده ديروا جوج صفر ديال البيض. هنا غنضيف الماء هي شويه بشويه، نقيطه بنقيطه. هنا راه كيبقى على حساب الدقيق واش كيشرب ولا لا. هنا راه عابره جوج معالق كبار ديال الماء. صافي غنبقاو حتى ندخلو هاديك ونديروه في بلاستيك أولا فيلم أليمونتيغ وندخلو للتلاجة. بعد ما تجمع لينا فهو كتجينا جينا بهاد الشكل هذا. أنا خدا غنديرها في الفيلم أليمونتيغ وندخلها للتلاجة. هنا ممكن تخليوها هين الساعة وتخدمو بها، ممكن تصاوبوها بليلة قبل هكا صافي. ودابا واجده باش نستعملوها في اي وصفه بغيتو. وما تنساوش طبيعه الحال الى عجبكم هذا الفيديو هذا ديروا ليا واحد جيم، وباش يوصلكم ديما جديد ابوناو في لاشين.